بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته إخواني أخواتي داخل الوطن خارج الوطن. فيديو جديد الإخوان اليوم من قلب سوق الجمعة ديال القراقرة الإخوان. السوق الإخوان المختص غير بالعلف والحبوب. تحياتي لكم جميعا الإخوان، صباحكم مبروك، ما تنسوناش بالدعم ديالكم الإخوان، جزاكم الله خير. تحياتي للجميع، جمعة مباركة، الله يسر أمور جميعا الإخوان. اليوم بتاريخ 30/12/2022، تحياتي للجميع، صباحكم مبروك. الحونة الحونة الله داخل وكدير العموم واه العموم وبخير كدير مع الصحة كلشي مزيان بخير لاباس عليك الله يحفظك الله يبارك فيك ودي عمي ياك عمي دعم لا والو القضية منحشفة ياك وسمعت كاين شي دعم عمي عطاو كاين حتى حاجة باغيين يديو منا ما كاين ياك الباحث زيدو سمعت عطاو شي دعم البارح في زيدوح واحد عاونوا واحد السيد خذا الدعم ديال داك سميتو ديال البقر داك ديال الحليب لا ما عطاونا والو صحيح ياك عمي حنا صحيبين لكن هذاك السيكاليم هذاك السيكاليم اي هذاك السيكاليم محنوا الكسابه تمحنوا الكسابه خلصوا الكسابه اي الكسابه كيخلص اي اللي تعرفوا باش تعرفوا الاخوان هذه المنطقه عندنا هنا راه ما طيحاش حتى بزاف الاخوان كاين الشتاء تقريبا اخوان حد البروج من الحرثات ما كايناش تاعش بنادم كير وفاف الله يرحمنا الله يرحمنا امي هي الله يرحمنا كما سمعتوا الاخوان من البروج لهي تقريبا كاين الشتاء كاين شويه الربيع الناس حاكت يعني كتطلق البهيم ديالها في الربيع هنا في البلاصه عندنا الاخوان هنا في المنطقه ديال القراقره الاخوان كان الشيء قليل متى الربيع ما ناضش الاخوان يعني باقي الناس كتوكل وكتشرب في الدار نطلبوا من الله الله يدير شي تاويل ديال الخير للجميع ان شاء الله كنطلبوا من الله الله يرحمنا الله يغيثنا الله يغيثنا بالمطار الاخوان هادشي اللي كنطلبوا من الله واخا دابا نعرفوا الاثمنه بلاتي الاخوان تيسالي عمي مع السلام عليكم كي دايرين هاد الناس بخير كلشي مزيان امور هانيه جمعه مباركه الله يحفظك الله يبارك فيك مع شحال ود عمي اليوم 40 درهم 40 درهم الاخوان تبن 40 درهم قول لي يا ود عمي دابا الوقيته دابا الوقيته وصلات وباقي هاد الخشه ديال التبن كدير 40 درهم كاينه الشتا سيرتو المنطقه ديال القراقره ديالنا حنا ما طاحش عندنا سيرتو المنطقه ديال القراقره عندنا ما طاحش الاخوان ما طاحش ما كاينش ربيع الاخوان ما كاينش باقي الناس كتوكل وكتشرف الناس كتعاني الناس سيرتو المنطقه ديال القراقره هنا الاخوان عندكم من القراقره والهي والسراغنا الاخوان داكشي المقليل الناس باقا كتوكل وكتشرب في الدار يعني هو كما كنعرفوا حنا هاد الوقيته خص النعجه خصها تكون شبعانه ربيع ما كاينش ما جا الله يرحمنا هادشي اللي كنطلبوا من الله الله يرحمنا الله يرحمنا شوفوا الاخوان خنيشه جديد داش ب 40 درهم الاخوان الله يصوب الله يصوب هادشي اللي كنطلبوا الله يصوب والفلاح الله يدير لهم شي تاويل الخير الله يسر لكم الله يسر لكم الله يسر لكم الله يسر رشيد القراقرة والعموم قول لنا الثمن العموم الله يحفظك خلينا نجيو الدور يا هالفاسه شويه ما شاش بكري بعناها ب 50 درهم 50 درهم وبعتيها رخيصه يا عمي بعناها رخيصه بعتيها رخيصه هيك ما قول بوك يا عمي صاير لي سير عيما انا دابا كنتعاون مع الكسابه انا كنبغي نضحك كنتعاون مع الكسابه الله يعطيك الصحه يا عمي الله يعطيك الصحه انا شويه فيا شويه الله يعطيك الصحه انا ما كنبغيش اللي تعرفوا راه العموم راه من العائله الله يعمرها دار الله يعمرها دار هذه باعها ب 50 درهم فسق تبنى عمي شحال تبنى خويا عطاونا 700 تبن 35 درهم وهذا عمي هذا تو 700 هذا اخوان تو 700 هذا فوراج لا هذا فوراج لا تبن ديال الزرع تبن ديال الزرع تبارك الله تبارك الله الله ييسر الامور الله يحفظك الله يبارك فيك الحمد لله الله يبارك فيك الله يطول لي عمرك تبارك الله الاخوان تبن مطحونه الاخوان تبارك الله ما شحال عمي اليوم 750 اللي بغينا فيه الحمد لله ياك 750 الاخوان تبارك الله 700 قول لي عندك شي كونتيتي كثيره تخلي النمره الاخوان كيبغوا كاين الاخوان كاينين في بلايص لا ما عندك هذه البركه هي اللي كاين ايوا صافي اي كيبيعوا 20 الاخوان 750 اي لا بغى يخلي لا بغى يخلي النمره ماشي مشكل تبارك الله 750 الاخوان هنايا تبارك الله السلام عليكم كدير عمي بخير كلشي مزيان الله يبارك فيك الله يبارك فيك شحال عمي هنايا
عطاونا 700. 700 شحال كتقولوا عمي نتوما؟ 180. كيبيعوا الاخوان ب 40 درهم تبارك الله. تخليوا النمره عمي حنا هو تبيعوا هنا كيقولوا 40 درهم الاخوان هما تبارك الله عندهم تبن وهكا الكبا يبيعوها في السوق. الله يسر لهم الله يسر لكم عمي الله يسر لكم الله يسر. كي داير ولد عمي بخير كلشي مزيان؟ الله هذه فاصة عم 120 هذاك الشيء فاش كنشوف عمي 120 بانت لي تبارك الله تبارك الله. هذه شحال وصلت لهم؟ وصلت 16 120 تبارك الله 16 الاخوان هذه 80 درهم تبارك الله تبارك الله الله يبارك تبارك الله عليك ولد عمي الله يسر لك الله يسر لك امور الله يسر الله يحفظك. لا لا ما شدكش لا لا ما شدكش لا ما شدكش لا لا ما شدكش عمي. شحال عمي الثمن ديال عطين 15 15 100 تبارك الله عطينا الاخوان 15 ديال السميمه هذه كيقولوا لها ديال قول محشوشه بكري هذه هذه تبارك الله كتكون دابا مليحه تصلح الخرفان ديال التسمين وداك الشيء تبارك الله. 15 100 اللي عاطينهم الاخوان 75 درهم تبارك الله الله يسر لكم عمي الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير تبارك الله. كي داير ولد عمي بعدا بخير كلشي مزيان الله يبارك فيك تبارك الله. هذا شعير ولد عمي شحال هذا الثمن ديالو؟ هذا خويا 4 درهم ونص 4 درهم ونص. هذا كيفو؟ تا هو نيس هذا تا هو تا هو نيس تا هو 4 درهم ونص. ولكن هادو كيبانو هذا كيبان منقع عليه كاع بلدي ماشي واخا كاع زوينين ماشي كاع زوينين تبارك الله. هذه رويزه هذه رويزه 4 دراهم رويزه 4 دراهم الاخوان 70 ريال. هذا علاش كيقولوا لي التوينسي زعما واش كيجي من تونس؟ لا شوف يقول لك سميتو هما كيقولوا لي التوينسي زوين تيعطي ياك تبارك الله. شحال قلتي هي؟ 70 ريال 70 ريال تبارك الله. هذا عليكم السلام ورحمه الله. هذا هو خو 90 هذا 90 ريال الاخوان قمح هذا ولا شوف شوف السيد 5 دراهم كارين 5 دراهم؟ لا 5 دراهم بحال 10 دراهم 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم قلت لي راه مزيانة. مرحبا مرحبا حطوا هذا الخيشة مرحبا مرحبا انت ما تصدق مرحبا. لا بغيت حتى شي 5 دراهم فارينا في الجمعة ب 5 دراهم نكملوا شكون الوالد راه راه فرح بالثمن نكملوا نكملوا مشى دابا تيشري ياخذ الفصه وياخذ الثمن عادي يجي وكان الشوز مازال مازال مازال. قول لي يا ولد عمي هذا القميح هذا القميح الزري هذا 5 دراهم 5 دراهم تبارك الله. وهذه هذه ديال هذه الخوان حسبت لك 4 دراهم 4 دراهم هذه الاخوان تبارك الله. ياه وهذه ولد عمي لا قاعد وقام الشهر فقط الزريعة شحال قلتي 5 دراهم هذه حمى فيها الزرع على والو اي هذه هذيك تسمعتها 70 اللي ب 98 باش خصنا 98 ريال باش باعوا السيد تبارك الله. هذه حبه الله يتبارك الله خويا 180 فول 9 دراهم الاخوان تبارك الله الله يبارك. هذا الزرع هذا هذه قمح هذه الزرع على والو هذه الزريعة غليظة قمح مليح هذا 7 دراهم الاخوان تبارك الله. هذه الفويلية ديال العجول هذه 160 هذه 8 دراهم الاخوان تبارك الله. الخبز ولد عمي شحال الخبز؟ الخبز واخا دينا 70 باش ديناو عند الدراري العطار 70 ريال باش داوها مع الدراري تبارك الله تبارك الله. يلا واخا قول النمرة الاخوان عاوتاني الا كانت شي حاجة يتصلوا بك. يلا قول 70 76 76 38 95 95 23 في الاخر تبارك الله عليك ولد عمي. طلبوا من الله الله يسر لكم الله يسر الامور. السلام عليكم. ما شحال اخويا رشيد لونسيلاج اليوم؟ 24 ريال الاخوان لونسيلاج 24 ريال الكيلو تبارك الله. النخال اخويا رشيد شحال وصلت اليوم؟ ياك 27 الاخوان اليوم 27 2700 ريال تبارك الله. وديك السرده رشيد هذيك السرده السرده شحال دايره؟ 27 حتى هي 27 السرده الاخوان حتى هي 27 اي تبارك الله. ونطلبوا من الله الله يغيثنا خويا رشيد ياك الله يرحمنا الله يرحمنا في شبعة الشتاء والله يسر لك خويا رشيد حتى الله يسر لك امور الله يسر لك الله يعاونك. قول لي تخلي النمره اللي بغاو بعض الاخوان صحيح. ها ايوا ولا بغيت تولي تصيفط الاخوان لو بغيت تولي تصيفط لهم الكونتيتي ولكن يكون كثير هذاك الشيء. هذاك الشيء اللي كاين ما عندناش العكس لا سالا عندك هذاك الشيء قليل مره اخرى خويا رشيد الله يسر الله يسر الله يسر الامور.